تفقد رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد خلال زيارته لمحافظة إب مستشفى جبلة الجامعية، كما ترأس لقاء جماهيري موسعا لقيادات المحافظة والشخصيات الاجتماعية من أجل تلمس احتياجات المحافظة. في زيارة هي الأولى لرئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد لمحافظة إب وبرفقته عدد من وزراء الدولة، تم عقد لقاء موسع مع قيادة وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، التقى فيها بالشخصيات الاجتماعية والقيادات التنفيذية والعلماء والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. حثهم في اللقاء على رص الصفوف والتلاحم والانسجام الوطني لمواجهة قوى الشر ودول وللعدوان التي تسعى جاهدة لتفكيك النسيج الاجتماعي فيما بين أبناء المجتمع الواحد. وفي اللقاء أكد الصماد على أهمية دعم ومساندة الجيش واللجان الشعبية المرابطة في جبهات القتال والمتواجدة في الميدان، وتعزيز دور مؤسسات الدولة للقيام بمهامها المناطة بها على أكمل وجه، مشيدا بدور أبناء محافظة إب في التعايش والسلم الاجتماعي. نحن نجدد ونشيد بالدور الرائد الذي تحملته قيادة السلطة المحلية والإخوة أمناء وأعضاء المجالس المحلية والإخوة أعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية وكل أبناء هذه المحافظة في سبيل ترسيخ مبدأ التعايش الذي أثمر هذا الانسجام وهذا التوحد الذي نستطيع أن نفاخر به وأن نجعله نموذجا يحتذى به في بقية محافظات الجمهورية. وما هذا اللقاء إلا ثمرة من ثمار هذا الانسجام ومن ثمار هذا الجهد الذي أسقط كل رهانات العدوان وأسقط كل ما كانوا يأملون من إثارة المشاكل والنعرات الطائفية والمناطقية. من جانبه ثمن اللواء عبد الواحد محمد صلاح محافظ المحافظة زيارة الأخ الصماد لمحافظة إب التي من شأنها أن تعمل على دعم ومساندة مشاريع المحافظة بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الله خير رئيس وطن محافظة بحاجة ماسة إلى وقوفكم ودعمكم وأكمال بعض المطلوبات الضرورية التي ستكون عاديتكم لأبناء محافظة إب من خلال هذه الزيارة التاريخية. وفي مقدمة تطلبنا مطالبنا وتطلعاتنا إلى توجيهاتكم الكريمة باستكمال إنشاء خطوط التنمية السياحية في ضوء الإعلام والتفاهمات السابقة. وعقب اللقاء قام الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بوضع حجر الأساس لإنشاء مبنى المجمع الطبي الخاص بمستشفى جبلة الجامعي عقب زيارته لمدينة جبلة التاريخية التي أشاد فيها بدور قيادة المحافظة وما تبذله من جهود فعالة تخدم أبنائها وتسعى لاستتباب الأمن فيها. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب. محمد بن سلمان.